شو لي فيغين ديال لافوكا والفخيز، غادي ناخذوا واحد الاناء غادي نطربوا فيه جوج بياض ديال البيض مع 50 غرام ديال السنيده. غادي يكون عندنا 450 غرام ديال لافوكا مطحونه، وغادي ناخذوا منها واحد النص، وغنزيدوا عليه 100 معلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض، وغادي نديروا فوق العافيه حتى يدفى، وغادي نزيدوا عليه جوج ورق ديال الجيلاتين مرطبين قبل في الماء ومعصورين مزيان. غادي ناخذوا النصف الاخر ديال لافوكا، وغادي نزيدوا عليه 100 غرام ديال الكريمه طريه نطربوها حتى هي ميمونتي. وغادي نخلطوا الكل من تحت لفوق، يعني الخليط ديال البيض البيض مع السنيده ولافوكا اللي درنا ولافوكا اللي درنا معها جيلاتين. غادي نخلطوا كلشي من تحت لفوق بالسباتول، وغادي نديروا واحد الكولي ديال الفريز 200 غرام ديال الفريز، غادي نطحنوه مع 80 غرام ديال السكر كلاصي مع معلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض، غير يغلاو شويه وتحيدوهم، ونزيدوا عليهم جوج ورق ديال الجيلاتين. كنحركوا مزيان، كناخذوا لي فيغين ديالنا في المونتاج. غادي نديروا الكولي ديال الفريز هو الاول، ومن بعد كنديروا كولي ديال لافوكا، ومن بعد الكولي ديال الفخيز، وكنزينو بالفخيز من الفوق وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. استمتعنا معك بهذا المنيو ديال العرادة، واللي أكيد يعني المستمعات يعني تيبغيو بحال هذه الاقتراحات، فمشكورة جدا على المشاركة ديالك الفعالة يعني، وأكيد إن شاء الله ما يعني نتواصلوا معك عدة مرات، وماذا بينا إن شاء الله نسقوا معك، يعني أول مرة كتشاركي فيها معنا ولينا الشرف أكيد.